يقولوا بان روراو احسن في الموقف بما انه جاب مدرب اكيد ماهوش راح يمشي، ولكن هو الان يقول بانه قضيه المدرب بعد الانتخابات، يعني هو من وجهة نظره أنه يعطي الفرصة للجميع. ربما سجنت قبل أن ذهب إلى مولد الحلو، هل ذكاء الإنسان يبقى عنده، ذكاء الإنسان يبقى صفة عند الشخص هذا صح؟ لا ماشي قضية تاع الصفة، ولكن استغربت لأنه إجراء قانوني لما أعطيتني قيمة الذكاء لشخص مثلا ذكي جدا، هو أنه البعض ربما يتساءل، ليس سؤال، يقول لك أنه أين كان الذكاء مثلا في تنصيب رايفاس، أين كان لما ذهب غوركي. شوف الإنسان يوصل بويوخ يا حكيم، مثلا ذكاء نقولوا كاين ناس أذكى من الأذكياء ولكن يخطئونها في هذه الأمور. صح لما توضع ترتيبات لأمر قادر توصل قادر ما توصلش، هذا شيء واضح. نعم مراد الحلو قبل ذلك في بيان وداع منذ قليل قال لك أن الدولة دعمت كثيرا كرة القدم، رئيس بوتفليقة طبعا ساهم بشكل كبير في كرة القدم من خلال تخصيص ميزانية مهمة لكرة القدم الجزائرية. بيان ينفي ما قاله سابقا. هذا يعني بيان، أنا يعني نكون ضد حسين في الموضوع، أني أرى هذا بيان تاع وداع، أنه يشكر الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس لكل ما قدمه في الفطرة لتاعو، والحمد لله اليوم اعترف بأن الدولة هي اللي بنت الملاعب والدولة هي اللي عطات له حتى يعني تقرأ القراءة تحت السطور، يعني أنه حتى سبونسور ما راحش موبيليس ولا من قبل أريده ولا واحد آخر هو اللي تصرف لوحده، لأن هذا راح أمور تخرج من الخزينة الجزائرية خاصة بالقيمة الكبيرة اللي كانوا يعطوها له. ونظن البيان هذا تاعو يدل بأنه يعني أغلب الظن أنه ما يترشحش، رغم أننا احنا دائما نقول لو كان شيء يعني هو ينتظر الجمعية العامة تاع الرابطة وزي الجمعية العامة العادية باش يشوف يعني البوتي سونداج تاع مصادر تقول بانه مراد لحلو، مصادر تقول بانه بصفه رسميه قد لا يترشح رئيس محمد الوراوة لعهده اخرى، ولكن البعض يصف هذا الامر بالمناوره، ماذا تقول انت؟ انا والله ما نشوفها مناوره، انا نشوف الان خاصه بعد البيان هذا وبعد ما يعني نشوفوا الوضعيه، هو كيما نقولوا الحلاوه راحت وهو طال في المنصب هذا، يعني هو القضية مش 8 سنوات، القضية راهي عندها من 16 سنة في الفيدرالية، يعني كانت عنده عهدة من قبل حجاج وعهدة حجاج يعني كان معها يعني كذلك، وزاد زوج يعني في المجموع 16 سنة. نقولوا يعني الإنسان يعني كل ما يعني فخامة الرئيس قدم لكرة القدم الجزائرية وفي آخر المطاف يعني منال حتى يعني حتى كاس وحتى بطولة وحتى يعني قعدنا يعني حتى في التسير ديالنا قعد تقريب الكرة الجزائرية مهمشة ويعني واللي صرا ما صرا، يعني لو نرجع السنين الأخيرة 10 سنوات الله ولا 16 سنة نشوفوا بلي يعني شغل ما قدمش. صح احنا نعترفوا من ناحية الأمور لما نقولوا النشاط تاعو الدولي تواجد الاعضاء اللي كانوا معاه في ليزانستونس كلها، يعني في الاتحاد العربيه ولا في الكونفدراليه الافريقيه ولا في الفيفا ولا هذا، يعني صح لحق الجزائر لهذا، ولكن الجزائر صرفت هذه الدراهم كامل ماشي باش دير يعني المناورات الدوليه. كانوا انا نشوف بان هادو كامل كانت في حاجه مسائله الأرض الوطن والشعب الجزائري يفرح والشعب الجزائري كل أسبوع، يعني الجزائري ما يعيش مرة في ربع سنين المونديال ولا لابد يعيش أسبوعين، الناس تتغذى بكرة القدم هذه ولازم لها يعني نشاط ولازم لها كرة قدم حقيقية ومستوى عالي أسبوعيا. ولهذا نقول الدولة قدمت هذوك الدراهم يعني باش يكون باش تنشط اللاعب الجزائري وحتى يعني المدرب الجزائري. سأعود إلى هذه النقاط اللي تحدث عنها، وأنه هل يمكن إعطاء لهذا الشعب فرحة كل أسبوع بكرة القدم من خلال سواء تغيير الأسماء أو ببقاء هذه المنظومة أو رحيلها، يمكن؟ سأعود إلى هذه النقطة. حسين جناب، هل تصف هذا البيان ببيان وداع لرئيس الاتحادية؟ لا اعتقد، انا نختلف مع الشيخ منا. بيان وداع انا نظن يعني لو كان بيان وداع انني قلتها لك من الاول. روراوة كان يقول بانني لن اترشح، لانه نظن اخر مكتب فيدرالي هذا اللي راح اول مكتب فيدرالي بعد الاخفاق تاع الكان. ولو تقرا يعني في البيان هذا
راه يتحدث على الترشيحات، يعني باب الترشيحات مفتوح، شروط الترشيحات تقدمت في هذا البيان، التواريخ يعني تاع اخر اجل لتقديم الترشيحات، الانتخابات، يعني كل شيء تقدم في هذا البيان. انا على هذا قلت لك بانه انا ما نعتقدش باللي روراه راح يروح، والله اعلم. على اي اساس استندت الى هذه الامور من خلال مثلا تحديد؟ لانه من يقول لك البعض من المنطقي انه في اخر اجتماع للمكتب الفيدرالي يعطي هذه الامور اللي هي 20 مارس الجمعيه الانتخابيه، اخر اجل لايداع الترشيحات اللي هي 12 مارس، 13 مارس ايداع طبعا الاسماء المرشحه ملفاتها، الطعن 14 و15. هذه الامور عاديه، ما رايك؟ أنا أشوف يعني من هو آخر أجل إذاعة الترشيحات هو 20 مارس، إذا تقول نعم. لا 20 مارس سيعرف الرئيس رسميا، لأنه آخر أجل لإذاعة الترشيحات 12 مارس. 12 مارس يعني يبقى لنا شهر ونعرفه هل يترشح روراه أم لا يترشح. أنا هذا ما أقول. نعم تفضل. هو نرجع لهذا، يعني هذا التواريخ وال يعني في الحقيقة هذو راح كانوا من المفروض يكونوا يوم الجمعية العامة، في وين يكون تعيين لجنة انتخابات ولجنة الطعون ولجنة واحدة أخرى اللي هي لافاساسيون ما بين المكتب الفيدرالي القديم والجديد. لماذا؟ لأننا نقول هذا تعدي حتى على الصلاحيات كلها، لأن الجمعية العامة اللي سوفران واحد ما يقرر قبل منها ولا بعد منها، لازم هي تصادق. سامحني شعليه، احنا الجمعية العامة لاش بديورة يدير لو بيلون مورالي فينانسي تاعو وتنتهي العهدة ديالو، وبعد ذلك في الحقيقة المهام تاعو تنتهي. الجمعية العامة ستكون في 27 من فيفري. في 27 تم في هذا التاريخ تحديد الوزارة. الوزارة حدث يوم 28. شوف هذاك التاريخ هو اللي يكون فيه تعيين لجنة. شكون لماذا اليوم يفتح الترشيحات وما كانش لجنة الترشيحات؟ لجنة الترشيحات من تجي؟ من الجمعية العامة. ماذا تصف هذه الأمور؟ أنا أصفها بأن ما تعدي، يعني ما زلنا في نفس العملية. هي العملية اليوم المكتب الفيدرالي كان يناقش أموره الخاصة الأخيرة في العهدة دياله، والجمعية العامة هي اللي تعين لجنة الترشيحات، وهي اللي تعين لجنة الطعون، وهي تعين اللجنة اللي تدير كما نقولوا تسير لاباساسيون ما بين المكتب والرئيس الخارج مع المكتب والرئيس مع المكتب الرئيس الجديد والمكتب الجديد. لماذا يندار هذا؟ هذه صلاحية الجمعية العامة مش صلاحية ال. بس الجنات غير مقتنع صحيح؟ مش مقتنع بما يقوله مرة تحلي. لا أنا مش راني وصلت، يعني أنا نشوف بأن الحاج منا الكلام اللي راهو يقول فيه يعني ولا الكلامي يعني روا راح يترشح، يعني هذا وش راني فهمت من كلامك. أنا نقول لأن الوضع اللي نناقشه في الموضوع هذا نقول ما وش من صلاحية المكتب الفيدرالي اليوم يعين لجنة. هو أول أصل ما ينهاش، ولكن التواريخ واللجنة وهذا قاعد يكونوا يوم الجمعية العامة، والجمعية قاعد الجمعية العامة تصادق عليها. هذا شوف لابد إحنا نرجع للوراء، ويكون على كل حال حتى اللي راح يكون مورانا راح ينظر، لأننا إن شاء الله تدخل الشفافية وتدخل الديمقراطية وتدخل في تسير الفيدرالية. لأن الجمعية العامة اليوم كأنها ما عندها حتى قيمة. الجمعية العامة هي اللي توقف وهو يقترح له هي تصادق ولا ما تصادقش. اما اليوم لو كان الجمعيه العامه غدوه تنفح لها يقولوا له لا احنا ما نديروش انتخابات، نديروهم يوم 25. اني سوفران تقول له الترشيحات ماشي يوم ماشي يوم 11 تقول له الجمعيه العامه في الوقت الحالي في هذا الظرف من هو اللي المخول قانون باش يستدعي الجمعيه العامه؟ الرئيس روراه هو اللي لابد يستدعيها، ولكن ما عندوش حق انه يتصرف في حقها. هذا حق. لماذا نقول لك حاجه؟ هذه من هذه شغل ولا طبايع ولا شغل كلتير عندنا، رانا قابلين ماناش قابلين. يعني نقول لك في الجزائر انا اليوم صباح كنت في جمعيه عامه وين الناس داو حقوقها، جاو رفضوا داو حقوقهم في الجمعيه، صرا على كل حال تي كومبلو هكذا، ولكن رجعوا للحقيقه. الجمعيه العامه هي اللي تعين الرئيس، ماشي هو اللي يسيرها ولا هو اللي يعينها، هما اللي يعينوه، هما اللي يقرروا واش يصرى في الانتخابات، هما يصرو هما يقرروا كيفاش يجريوا الانتخابات وفي وقتاش يجريوا الانتخابات وشكون يكون في اللجنه. احنا اصبحنا كاع الناس دخل الرهبه وبحر ثقافه الديمقراطيه وثقافه الشفافيه احنا من علاش الناس كاع تحب تخبي؟ قوانين صارحه، احنا تابعين بقوانين تاع الداخليه. الجمعيه العامه ما عندها حتى علاقه، شكون واحد يقول لي تدخل؟ لا ما كاينش حتى تدخل هنا. درك لما خلاص الموندا ايرومي على الجيري،
للجزائر وزارة الداخلية هي اللي تجي، هي اللي تكلف بحضور الجمعية العامة. شكون راح يحرص على القوانين؟ ينجم يدير واحد واش يحب؟ نعم حسين ما يديرش. نعم. يجي الوزارة نقول له باللي نعم. الوزارة هي اللي تحرص على القوانين. الوزير غدوة من هو يبعث واحد يحضر ويشوف الجمعية العامة. هل كان هذا الحرص مثل ما تقول من الوزارة سابقا خلال كل الجمعيات العامة ولا الانتخابية سابقا؟ هل كان كل هذا الحرص من الوزارات السابقة المتداولة؟ أنا شوف أنا حضرت يعني شغل غبت في بعض وحضرت نعم. في البعض. احنا لما كان قيدوم حضر وحرص على نتحدث كل هذه المره بالضبط على الحرص المتزايد. لا لا لان شوف لان الحديث اليوم متزايد في الموضوع مش متزايد في حقه. نعم. اليوم انت وانا والبعض وكل في رجع نختلفوا في المواضيع هذو حتى المشاهد تاعنا ينجم يختلف. نعم. ان الانسان واحد يشوف بان اليوم انتهت العهده هذا وقت الهضره. لو كان نولوا سنتين لور ما نجوش علاش نهضروا؟ نهضروا باش نقطعوا في الناس ولا باش نديروا في الناس؟ ماشي حق علينا. بصح درك العهده انتهت في الحقيقه. احنا واش نقولوا؟ احنا اليوم مازال التصويت على البيوم ورالي فين ماشي تنتهي. درك احنا ماناش نهضروا لا على لا على راوراوا ولا على البيرو فيدر. احنا نهضروا على الفيدراليه. اليوم انا من المنبر هذا نقول باللي لازم باسكو الغريب ان لي مومبر دو سيت اسامبلي جينيرال ولا واحد يتنفس. رانا جايين رام راضيين يعني رام راضيين مش علي احنا ما يكونوا الناس راضيين. الناس يكونوا ما يعرفوش مساكن بعض الاحيان واللي ما يكونش عندهم الكوراج الكامل. تتحدث على اعضاء يعني سيد مراد نحلو تتحدث على اعضاء المكتب الفيدرالي بطبيعه. خليني اعطيك الاسماء. لا طبعا ماشي غير الاسماء. انا ماشي المكتب الفيدرالي يهمني. نعم. يهمني الاعضاء لرؤساء الولايات الرابطات الجهوية هذو اللي عندهم وزن هما اللي بزاف لانه اعضاء المكتب الفيدرالي باسماء متنوعه. خليني نقول لك زفزاف وصادي وقرباج وبن حمزه وحموم وعطوي وتصفاوت ومنصوري والطبيب يقدح وايضا عبد القادر شعبان نائب الرئيس كل هذو يعني ولا واحد كلهم راضيين. والو انا شفنا انسحاب تاعهم المره الاخيره في الصحافه يعني ثلاثه ولا اربعه منهم اللي انسحبوا واستقالوا وممكن يعني اشياء مثل هذا. هذا يدل بان المكتب في حد ذاته. حبيت نقول لك حاجه كل الضجه هذه اللي صارت ما ناش من واحد هذا من المكتب الفيدرالي جاء لاي بلاطو وقال يا ودي رايك علاش؟ انا راني سؤال انا نطرح عليك سؤال انت لو كان انا كنت صاحب الحصه نقول لك علاش ما استدعيتش هذا الغاشي كامل ربما راهم راضيين ربما راهم راضيين تسالوني انا قامت القيامه سيد مراد الحلو قامت القيامه كلها في كره القدم طرح علي سؤال لماذا ما جبتهمش؟ نتصل بهم يوميا ولكن يصعب عليهم ان ياتوا لانه الا برضا رئيس الاتحاد يقول لك صعب. بس احنا ماناش نقولوا مروحوا ضد الرئيس الفيدرالية. اروح اشرح الامور اللي راهي غامضه. يستحيل انت تعرف لماذا حسين جلال. لا احنا كي نكونوا في المستقبل القريب ايه؟ يكون كاين ناطق رسمي في الفيدرالية وتكون شفافيه وتكون مفتوحه لكاع. انا ما نشوفش لان الفريق الوطني في البيان يقول بانه ملك للشعب ملك للجزائر والجزائري اليوم ما يعرفش كاع واش يحدث في ساتي اليك ماذا ستعطينا انت وماذا واش راح تجيب لكره القدم الجزائريه وللمنتخب ايضا وحتى للمنظومه ككل. حسين جناد قلتنا انه ليس خطاب وداع تغيير النبره من 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 النقيض الى النقيض من ان الدوله لم تساعد طيله عامين لا احد له يحق له المساءله لانه ولا واحد ساعدني اعطيت وما خسرتش في اموال الدوله الى نقيض تماما. ما الذي تفسره؟ تغير الرجال ام ماذا تغير؟ تغير المصالح. هل روراوا لما قال بان الدوله ما ساعدتنيش وتكلمت هل قالوا يعني في منبر رسمي يعني هل كان لا تسمي لها منبر رسمية لا تسمي مكالمة رسمية. اليوم رانا نشوفوا بيان حاجة رسمية يعني بيان حاجة رسمية راهو في السيت تاع لا فيدراسيون الناس قراته كامل يعني حاجة رسمية باينة. ولكن لما نقولوا باللي روراوا قال الدولة ما ساعدتنيش وقال هذا الشيء هل مثلا اعلن عليه في ندوة صحفية؟ انت كمسؤول لما ليس بالصداقة لما اتصل بمراد لحلو كيف حالك وشن هي الامور اللي تصير في نصر حسين داوي يعطيك تعتبر تصريحا هذا رسميا لانك انت حذلك رئيس اتحاد جزائري كرة القدم يمثل هيئة كبيرة
في الجزائر وخارج الجزائر تعرف هذه الأمور جيدا. تعتبر أنه واش يتحدث إذن يقدر يكون مسحة غير منطقي؟ أنت رئيس اتحاد حاكم. حاجة كبيرة حاكم. أنت مثلا أنت ولا أنا هل الكلام اللي نهضروه اليوم على المباشر في التلفزيون هو نفس الكلام مثلا اللي نتكلموا في مقهى ونكونوا على طابلة هكذايا؟ أسكو نفس الكلام يعني كي يكون في لا ما يكونش في الاتصال الرسمي في المقهى يتغير الاتصال الرسمي. لا الرسمي يبقى رسمي حكي. الرسمي يبقى رسمي والكلام هذاك اللي نقولوه في جماعة يبقى كلام هذا هي يبقى كل شيء كلام. حتى الذي يقول مثلا بأن سيدي موسى أنا مثلا من بنيته مثلا كرة القدم الجزائرية طورت كثير وما جبتش إلا الحكومة هذه لا يكرها إلا جاحد. يعني سيدي موسى شفناها قبل ولكن الآن يقول الوزارة. كلام حسين جناد أنا أعطي لك وقائع ما جبتهاش من الفضاء. الآن يقول غير الآن يقول لك أنه كل شيء دولة وكل شيء كل شيء كل شيء. شوفوا شلون هدروا لأن أجبني بصراحة حسين جناد والله أجبك بصراحة على قصر دون أسرة وغاني تسمح لي ولا أوجهه حسين جناد لا أوجهه هذا بيان مكتوب تسمح لي تسمح لي أنا اليوم راني أخذش الحاج منا كان يتكلم على بيان صحفي مرة وتكلموا في الصحافة وقالوا ثلاثة ونسحبوا أنا اليوم الصبح راني نقرأ في الصحافة ونتبع يعني نشوف روراوة خلاص أعلن ما يزيدش يترشح ما يزيدش كذا ولكن لما نشوف البيان حاجة رسمية روراوة ما كانش ما ترشحش يعني الناس هذه اللي رأي الصحافة مصباح وكالة تنقل في الخبر والدنيا منين جابوا هذه المعلومة؟ لا بعض المنابر الإعلامية مسكينة على كل حال لأنها تتبع نحن نتحدث على ما قاله سابقا بتصريح اتصال شخصية مع شخصية رسمية يقول بأنه ما قاله على سيدي موسى وعلى كرة القدم وبأن الدولة لا يحق لها محاسبتي والآن إلى نقيض آخر ما الذي تغير حتى الناس تعرف وتقول لك هل الآن الرجال مواقف أنا عارف لا. إذا عندي موقف من الأول أقول من الموقف من الأول لا شوف أنا نظن يعني الكلام هذا اللي قال وراوة اللي اليوم خرج في البيان هذا هو الشيء الرسمي يعني هذا هو روراوة الرسمي اللي نعرفوه لما يعلن على شيء يعلن عليه بصفة رسمية يقدر يكون روراوة رسمي وروراوة غير رسمي أنا أعرف الشخص يكون رسمي رسمية رسمي أو غير رسمي هل مثلا أنت تمثل دولة جزائرية اسمع حاكم أنت لو ترفض مثلا الهاتف الآن وتتصل بروراوة وتطرح عليه أسئلة في هذا المجال هل راح يتكلم معك مثلا يقول لك الكلام اللي راح تقول لي عليه أنت بأنه قال الدولة ما ساعدنيش من المفروض يقول لما يكون أنا خليني أطرح هذا السؤال أليس من المفروض أن يكون الشخص يتحدث لأنك أنت ممثل هيئة كبيرة في الجزائر يكون موقفك من الأول واضح أولا وثانيا وثالثا هذا شوف يعني شغل شيء واضح الكلام اللي تقوله أنت والكلام اللي يقوله البيان هما الاثنين تابعين له الاثنين اللي تابعين له لأن ماشي أول مرة لصلى الحادثة هذا واليوم في البيان كي تقرأ البيان على سيدي موسى وين يشكر فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اللي ساعدوا على سيدي موسى وحنا للكل نعرف بأن في 2019 ينتهي له باي تاع سيدي موسى أعتقد بأنه مدوا له ربما مازال ما مدوش مازال ما مدوش بشكل رسمي أعتقد أنه سيبدل سيدي موسى حقيقة كان تابع للدولة وسلموه الله في درسه وحتى البناية تاعو احنا دوك نقولوا الإنسان اللي يكون في مكان أو يخدم ولا بد يخدم لما الفيفا عطاته الدراهم تابعين الحاجة معينة تاع المقر وتاع المركز يعني ما كاينش مين يروحوا الدراهم هذيك حنا لهاد الاسباب نقولوا حنا ما نكرناش هاد الاشياء بصح ما نقولوش باللي يسمى شغل حاجه خارقه للعاده اي واحد من المسؤولين تاع كره القدم في الفرق تاعهم لما تعطي له دراهم وتقولوا بني مركز لو كان اليوم ترفد 30 مليار ل 40 وتعطيها للشباب بالوزداد ولا مديريه الجزائر تقولها روح بني في الاراضي هذه اللي عطيتك 40 مليار لا من على ساتين تشوف مركز وتشوف مركز الشباب وتشوف ملعب لا ما تشوف لا ما كاينش منها تشوف انا كرئيس شوف ما نقولوش وحده كاين الناس عطاوهم دراهم باش يشروا حافله راحوا الدراهم هذوك لهم بصح شراو الحافله مكاش شوف مكاش واحد في الجزائر حتى صرت ضجه وضجات وضجات يعني باش الناس استجابت هما الناس كاين الناس اللي خافوا كاين الناس هدوهم بالمحاسبه باش اللي راح جاب دراهم مش انا نقول لك ما هدوهم بوالو هما كاين سيبونسيون في الوزاره اللي ما جابش الكارد غريز سيبونسيون الجايه ما يعطوها له خلاص لان هادو دراهم الدوله والدوله في حقها انها تتابع اولادها بالدراهم اللي عطاتهم انا نقول غدوه الدوله ما نهضروش على الناس هضروا عنها
نصر حسين ده يعطونا قطعة أرض في برج البحر يكون غدوة يتبعونا بثلاثين مليار لأربعين مليار منا على سنتين تلقى عندنا مركز خير من فرنسا إن شاء الله. ما كان لا شك أنه دور وسنتيم يهرب من هذا كلا. ونقول باللي الدولة والطريقة اللي يصير فيها ضرب في الدولة راح يكون واحد المحاسبة اللي ما تصورش. ديجا أنا سمعنا قصة على السكليز في ديرالي واحد أخرى تانية دخلت في الـ في الـ في الحسابات واليوم زدت يعني ليس كرة القدم فقط ولا اليوم زدت كرة السلة. نقول لك باللي شوف هذه راهي بدات وما راحش تحبس إن شاء الله بدات وما راحش تحبس. ونقول لك وتصريح الوزير وين قال كاع الناس اللي ما داروش نتائج ماذا بكم روحوا درتوا موندا ولا زوج الله يسهل نقول فنصيحة كان ولكن احنا اليوم ليش الزاما يعني ماهوش الزام ولكن احنا نعرفوا النصيحه من الدوله واش معناتها. النصيحه من الدوله معناتها الا ما تروحش نروحوك باسلوب واحد اخر ربما ماشي ربما انت يا شاد فيدراليه تي برونوطاج تو تون الجيري تي برونوطاج شكون انت باش دير الناس اونوطاج. كاين الناس يحبوا الايسكريم كاين الناس يحبوا هكذا وكاين الناس يحبوا الوطن وكاين الناس يحبوا لي تيتر وكاين الناس يحبوا تطور كره القدم في الجزائر وكاين الناس يحبوا يشوفوا المدرب الجزائري على راس الفريق الوطني كاين الناس ان شاء الله وكاين اللي يحبوا يشوفوا علاش اليوم كاين مناقصه في ليكيب ابريم باش يديروا مدرب جزائري وعلاش لا يكون مدرب جزائري عادي. نعم سعود الي طبعا للحديث عن نقاط اخرى. ألا ترى بأن البيان فيه الكثير من الأمور اللي تخلي ربما يعترف بأنه نهاية عهدته وانتهى لا يريد البقاء مرة أخرى وأنه يقتل مقتنعا بأنه وصل إلى محطة ما يقدرش يزيد رئيس اتحادية؟ لا أنا ما شوفش إذا كان أشوف بأن وجه يعني من مدح للدولة ولرئيس الجمهورية هذا رد على الكلام الكثير هو أمر عادي ولكن سمحني هو أمر عادي لما يكون مدحا لما وفر إذا المدح لما يكون في غير مكانه وأنه لما تكون الدولة هذا بمثابة رد حكيم بمثابة رد نعم. لأن رئيس الفيدرالية تعرض لانتقادات يعني كبيرة بعد التصريحات اللي كنتم فوتوها يعني تعرض لانتقادات كثيرة يعني ولكن انتقادات سمحني ما تحدث عن انتقادات التصريحات اللي سمحتها لا أرى بأنه كان تصريحات لشخص آخر هو تصريحات لرئيس الاتحاد صحيح يعني حتى هو يقول أنا ما صرحش هل الصوت جبناه يعني فبركناه راني لا ما كنتش فبركت يا حكيم ولكن ما فبركتش ولكن الإنسان حنا كما يقولوا بالعامية اللسان ما فيه عظم يعني الإنسان كما قلت لك قبيل يعني تحكمه في قهوة تتكلم معاه قادر يهدر لك أمور اللي ما تكونش تستناها خلاص أنت مسؤول هكذا لا ماشي كيف أنت مسؤول المسؤول يهدر في الرسمي المسؤول يهدر في الرسمي اذا لا يرد على الاتصال اذا اليوم كاين بيان رسمي انا كنهضر معاك قادر نكذب عليك قادر نروغك قادر يعني كل شيء ولكن اذا سجلتني انت وقلت ها واش قال موجود في الشارع يعني كل واحد من مسؤول البسيط الى رئيس الجمهوريه لانه في الاعلام لا يوجد صديق اللي هو مسؤول ما عندوش نعطيك اقول لي نعطيك مثلا يعني لماذا لعاب في الميدان يكون يلعب ما يردش هو يشتموا له يماه اللي ماتت البارح حضرنا اللاعبين ماتت امه البارحه وشتموه وكان اللي ما ردوش وكان واحد في الجماعه غلط رد وعاقبوه لماذا عاقبوه قالوا له انت مسؤول انت تيان اكتر انت لعاب ما لازمش تترد على الشعب هذا وما حقكش ترد احنا يسبونا في المدرجات عندنا حق رد لهم لا احنا ما قلناش كنت ردوا لهم تقوم تقيان انت واحد اعطيت له مثالا يبدو انه اقتنع سيد مراد لا ما اقتنعتش لم اقتنع بعد اسمع المسؤول هو مسؤول على كلامه في اي مكان ما يمثلش نفسه ابدا لما تكون مسؤول انت في هيئه وتتكلم عليها انت ماشي مسؤول انت مسؤول على الهيئه ربما واللي تهضر على الهيئه تجوز تقول كاين الرشوه في كره القدم انت قلتها وحاجه رسميه صدرت عندك تجوز وتقول باللي كاين الفساد في كره القدم انت مسؤول على الكلام تقوله في القهوه في التلفزيون في الشارع في الطريق للصحافي هذه الصحافي لا نقعد نخليه صحافي لا نكمل له حاجه انت صحافي لا انت صحافي علاش عايش بالبيان لا انت مش عايش بالبيان سامحني عليك ما نقولش عليك بس ما تزعفش عليا لا نكمل هذه برك الفكره قبل الفاصل هذه نعم الصحافي موجود في الشارع والمصور موجود في الشارع ويصور كيما يحب
احنا ما عندناش حريه، احنا صبرونا في توت لي بوزيسيون. طبعا لا صدقه في الاعلام، لا صدقه في الاعلام. سعود بعد ذلك مشاهدينا اذهب الى بعض الفواصل الاشاريه بعد ذلك. مجددا مساء الخير مشاهدي الافاضل، في الجزء الثاني من نقاش على المباشر نحن نتحدث على اجتماع المكتب الفيدرالي الذي كان اليوم السبت وأفرز عن عديد من الأمور. 20 من مارس المقبل سيعرف خليفة روراوة رئيس الاتحاد الجزائري الجديد، على خلفية طبعا روراوة الذي شكر الدولة الجزائرية اليوم في حجة وداع رغم محاولة إيهام البعض طبعا مقربي بأنه باقي، غير أن مصادر تقول بأنه سيغادر رئاسة الاتحاد مجبرا. واجتماع المكتب الفيدرالي كعادته رئيس الفاف رفض تحميل المسؤولية طبعا لشخصه، حمل طبعا لاعبي الخضر والطاقم الفني المقال خلونا نسموها نكسة في الغابون مبرزة بأن غياب الإرادة ساهم في النتائج السلبية. طبعا المكتب الفيدرالي أجل تنصيب خليفة جورج ليكانس إلى ما بعد 20 من مارس المقبل كآخر أجل، وهو تاريخ لإعلان رسميا عن رئيس الاتحاد الجديد. نفس الأمر بالنسبة للمدرب المنتخب المحلي، تم تكليف المدير الفني الوطني توفيق قريشي بالمهام إلى غاية تنصيب مدرب جديد من خلال تحديد فترة الترشيحات إلى غاية 15 مارس هكذا. نعم، وأجدد بترحيب بضيفي الكريمين حسين جناد ومراد لحلو، كان النقاش ثريا معكما واختلفتما في بعض النقاط. كنت سأعطي لحسين جناد الكلمة طبعا في حول بالنسبة لحجة الوداع أم لا، لم تسميها حجة وداع، قلت بأنه هل أنت طبعا من الناس اللي يسموكم من مهمين طبعا باقتناع بأنه سيبقى أم أنه سيغادر من خلال هذا البيان؟ حتى واحد ما يهمني، ولكن أنا كيفاش أنا طرحت لك الشقين. لا لا لا، ما يقدر حتى واحد يهمني باللي روراوة راح يبقى ولا راح يروح. أنا قراءة تاعي تقول هكذا، لأنه أنا نظن يعني الضجة هذه اللي صارت كامل يعني حوالي شهر والكلام يقال يعني ضجة كبيرة، واليوم نشوفه في المكتب الفيدرالي روراوة ما يعلنش بأنه لن يترشح لعهدة ثانية، ونجي أنا تقصد الضجة اللي كانت معنا صح؟ خليني أقول لك الضجة اللي معنا على مدار كل الأيام التي ناقشنا فيها في استاد الكان، لم يكن يهمنا يبقى رئيس الاتحاد أم يغادر. لا لا لا، نحن شرحنا الأمر. نعم، أنا أتحدث يعني عن المنتخب الوطني. نعم. النتائج المنتخب الوطني أحدث ضجة يعني في الشارع الجزائري، في وسائل الإعلام، في كل شيء يعني هذا الشيء ما ننكروش. ولكن أنا راني نقول لك يعني هذه الضجة اللي كانت قبل ما المكتب الفيدرالي يعني قبل التاريخ تاع اليوم، كان من المفروض أنا أقول يعني كنا نتكلموا نقولوا بأنه رورا واخذ قرار، مازال ما أخذ قرار، من المفروض هذه المدة الطويلة كان يأخذ قرار نهائي، واليوم يقول بانه امام اعضاء المكتب الفيدرالي تاعو يقول بان انا خلاص ما زلت نترشح، وبما انه كاين بيان طويل وعريض. نعم. كانت هذه الجمله تنحط في البيان. وقال بان رئيس الفاف ماهوش راح يجي يترشح عهده اخرى. الفتره المقبله مراد لحلو طبعا 20 مارس الجمعيه الانتخابيه اخر اجل لايداع الترشيحات، 12 مارس 13 مارس ايداع طبعا ملفاتكم من بينها انت. ترى بأن التوقيت مناسب غير كافي؟ كافي أصلا الوقت غير كافي يعني نقوله بصراحة، يعني لو كانت يعني أهمية كبيرة للمترشحين اللي راح يكونوا ظرف يعني 12 يوم من 16 مارس إلى 28 مارس، يعني شغل حاجة يعني قليلة جدا يعني باش هنا اصبحت يعني لو فيت اكومبلي في الامور، يعني لابد اللي يكون معول اللي يدير حاجه يبدا. لما اشوف حسين جناد ينظر بتلك النظره نعرف انه غير راضي، لذلك احيانا انظر اليه غير راضي. نعم. ولا نظن بان فتره تاع اسبوعين هذه فيدراليه، هذه مش رئاسه جمهوريه او شيء يعني راح يدير حمله انتخابيه. لا لا، تسمح لي الحاج حتى 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 الان يعني حتى الحملات الانتخابيه من المتعارف عليه ان هناك حملات انتخابيه تندار في الخفاء وهناك حملات انتخابيه تندار في العلن، اللي تكون في العلن رسمي تحدد لها المده الفتره تاعها. اليوم بما اننا اليوم في 15 في 11 اليوم رانا في 11 من فيفري، والانتخابات راح حتى اخر ترشيحات حتى 15 مارس هكذا. اخر اجل هو 12 مارس. 12 مارس يعني لانه طعون 14 و15. اللي على بالك الملف هذا، مش ما نرجعش القضيه قديمه، الملف هو في حد ذاته
في حد ذاته ينجموا يرفضوا الملف تاع كل واحد. لماذا؟ كيف؟ لحتى سبب. كيف؟ كيف كيف؟ علاش انت ما تعرفش باللي في الرابط رفضوا الملف تاعي بدون سبب؟ ربما لم يستوفي بعض الشروط. لا انت جست معك جست مع ياسين في الحصه ودرنا الفيتيار وجبدنا الوثائق اللازمه وجبنا لك في سيدي ريسبسيون. ما هو مبررهم؟ ما عندهم حتى مبرر. المبرر الاخير خلاص انتهت العمليه وخلاص راه مفوطه وما تخلطناش دوك الجزائر والوضع والامور وكذا خليها ساعه اخرى والسلام عليكم. هذا هو شتو السبب الكافي لانك تريد معارضه. هل هذا سببا كافيا فقط لمعارضه رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم لوراوا في وقت من القدم ربما لم تكن معارضا؟ لا 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 لا, لا. نعم طرحت لك الشقين. شقين مش عارف نشق انا ما عارض فاش راني نعارض في روراوا. راني نقول انا مترشح مانيش نقول هو ماشي مليح. انا نقول اليوم قررت من قبل الكان. نعم نعم ماشي من قبل الكان. يوم في الرابطه قلت لهم باذن الله في الفيدراليه أنا جاي. زيدوا سيبوا سبه من درس غير بداوا الدرس والملفات باش سيبوا حاجه يا تزيدوها يا تنقصوها باش ما نجوش. هاك فاهم كيف؟ انا اليوم ما كنتش معارض. انا قلت كلمه خاطئه على روراوا. ما قلتش في جوان. قلت في جوان في 6 جوان كي ترشح قرباج للرابطه قلت له واش عليها خلاص غيرت رايي. ما كان له نبدا من تحت نبدا من الفوق. علاش نبدا من تحت؟ هما فرصوني نبدا من الفوق. قلت لهم انا في 6 ولا 7 جوان قلت لهم باللي ان شاء الله راني مترشح للفيدراليه. رشيد جناد قبل قالوا لي نعم. نقول لك نعم ولليوم لليوم رانا عايشين اليوم يقولوا الناس كاع نعم نعم يقولوا لي ما تجوش وما راحش يقبلوا الملف تاعك. ان شاء الله تجيب واش تجيب يلقاو لك حل غير كونك هاني يا الحاج. نعم. الحاج مازال يعني إيه ما قالوش ما تجوزش. قالوا لي في هذا المنصه شو شو قال كويسي كويسي قال في المنبر هذا مع ياسين قال للامه قال لي انت ما تديش الرابطه. لا كويسي ماهوش يعني ماهوش لا وش عليه لا كويسي كويسي ليس ليس قرانا بصح هو هو وليس هو واش قال هو واش قال. نعم صرى لي بعد شهر بعد شهر طحت في الازمه. واليوم البعض في الشارع اللي هما قراب ليا يقولوا لي يا ودي شغل الدوبينا مغلوق. وانا نقول لهم يا ودي والله راني حاب نلحق حتى نشوف شكون يدي الدوبليسيس هذه. انا مترشح لهذه الدرجه حبيت تسميها لو كانه لعبه راهي تصرف في الجزائر بطبيعه الحال حتى بعد انتخابك. وعلاش من قبل وعلاش انت اليوم من قبل هذا صرات مع الوزير لو ديار لو تنتخب تبقى تسمى لعبه. لا لا وعلاش ما صراتش مع جيار وسحبوا الملف ديالي في ليله الانتخابات. حسين جناد حسين جناد شفنا مترشحين قبلوا الملفات تاعهم ومشاو حتى اليوم تاع الجمعيه الانتخابيه وسحبوا وسحبوا. نعم يعني شفناها في 2009 في 2009 روراوا لما عاود ولا الفيدراليه كان مترشح معها عبد القادر شعبان كان مترشح معاه نهار الانتخابات كي حضروا الصندوق اللي هو راهو النائب تاعو هو راهو النائب كي حضروا الصندوق. لا 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 من يترشح لا 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 من يترشح الا اذا كان احيانا في البلاد المتقدمه فقط والا الى سميت له 2009 تهضر عليها ما كانش غير شعبان مترشح. احنا وجماعه معينه ما نذكرش الاسماء باش ما نعاودش راحوا لو ديرني جور تاع لو ديبو دي تاع لي دوسي كنت معاهم في مومبر فيدرال معاهم في المكتب هذا راحوا يوضعوا الملف. الحقيقه احنا اخترنا الدقيقه الاخيره كي لحقنا قنعوه باللي ما كان لا توضع الملف وصرات امتي كومبين ولي دا الدوسي انسحب بلا ما عطانا حتى سبب وما وضعش الملف ديالو. طبعا ساكمل معكم لانه الان 7:47 دقيقه موعد الفيدرالي اللي خرج ببعض الامور. 20 مارس يعرف الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وان كان رئيس الاتحاد لم يعلنها صراحة ولكن اليوم يبدو انه اقتنع بعدم بقائه على رئاسة الاتحادية. هذا الذي يختلف عليه هنا في هذا البلاطو مع حسين جناد الاعلامي ومراد لحلو رئيس الاتحاد رئيس قلت لك رئيس الاتحاد ورئيس الرابطة. ما تخافش غير قول ما تخافش رسميا قول ما تخافش رئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي. طبعا مراد لحلو لن يكون مرشحا وحيدا. عندي تصريح زاتشي رئيس نادي بارادو لرئاسة الاتحادية هل سيترشح؟ اعطيني من فضلك.
أن الترشح تاعي مازال ماهوش رسمي، وراني نستنى ونشوف يعني ما هم يعني المعطيات والأشياء اللي راح كيفاش راح تكون المنظومة الكروية في الأسابيع المقبلة إن شاء الله، ولما يعني ناخذ قرار هذاك النهار إن شاء الله راح نعلن رسميا عن الترشح تاعي أو غير الترشح. العائلة والمنظومة الكروية ككل تعاود تتجند وتخدم اليد في اليد، لأن كما قال لك احنا ماشي حاجة في لصراعات. اليوم رانا في حاجة للم الشمل باش نعاودوا يعني نرجعوا بمشروع كبير للكرة الجزائرية. نعم، هل هذا بانه ما كنتش متلمين من قبل وانه عندكم انشقاقات ولا تصريح خير من ذات شيء؟ كرة القدم هي كرة القدم، عباره في البطولة هي لعبة نلعبوا، كاين تشاحن وكاين كذا، ولكن نحن كلنا اصدقاء. اتمنى ان لا تكون كرة القدم فقط للعبة والا الشعب. ايه انت واش حبيت تكون كرة القدم؟ واش الشعب يجي نحي على نفسه في الملعب؟ لها فقط مراد لحم من لهوش فقط. لا، كرة القدم مديورة باش يجوا الناس للملعب يشوفوا كرة قدم حلوة ويزهوا ويروحوا للدار. واش حبيت زيادة على ذلك؟ سابقا كانت فيها الزهو للشعب ولا سابقا قبل يعني من سنين، من 20 سنة كانت. لا، أتحدث على الفترة السابقة. كانت بعض الأحيان كاين لفرق، يعني أنت تعلم علم اليقين، كانت كرة قدم، كانت كرة القدم، يعني كانت تكلموا على كرة القدم يعني محلية، لأنه سي الحلومنا أو ابن يعني فريق نصر حسين داي طبعا الحق وقت فريق عريق، طبعا فريق عريق نصر حسين داي في وقت ما كانوا عنده 9 لاعبين في الفريق الوطني دفعة واحدة. حاليا هو يعني يعني تريد القول بانه ما دام النصريه ما عادش تنجز نحن غير قادر؟ لا، مش النصريه فقط، كره القدم الجزائريه راهي بعيده، غير قادرين رؤساء الحاليين على تطويرها. كان يقدروا علاش ما يقدروش؟ لو كان يحبوا يقدروا علاش؟ لا، كنا نقول لك بن دبكة كان في لي جوز اولمبيك خرج احسن لعاب، علاش ما كملوش به؟ مين راح يجيب التجربه هذا بن دبكة؟ لابد حتى يدوه معه عده مرات باش يلحق المستوى. السياسه المنتهجه حاليا انها تفضل لي فرانكو الجيريان، يعني اللي لاعبين في الكره البرا لي بروفيسيون كذا، ولكن ما راهمش ما مصايبين. معليش، شوف انا ما عندهاش بزاف، عندها حوالي شهر الميركاتو الشتوي هذا فقط. انا تكلمت مع مدربين، تكلمت مع رؤساء، تقول له شكون اللاعب راح تجيبوه، يقول لك ما عندناش لاعبين في الجزائر. هذو اهل الاختصاص مدربين في الميركاتو، ما كاش يقول لك اللاعب المليح يقعد في داره في الجزائر. اليوم انا كي نهضر لك على الملاحه، انا كي نهضر لك على الملاحه لما كانوا عنده 9 لاعبين في الفريق الوطني، نهضر على بن طلعه، على مرزقان، على قندوز، على ماجر، فرقاني، قنون، ايت الحسين، هذو اللي نهضر عليهم. وعلاش من بعدهم يقول لك السياسة يعني المنتهجة من بعدهم؟ وعلاش ما جاش عصلة وعطفان وزناجي وحليش وعلاق وكذا؟ كانوا في ليكيب اوفان تروا، كانوا في نفس المستوى، نفس القيمة ونفس المستوى. شوف نفس القيمة ونفس المستوى. كنا في 2000 ابدا حسبنا المانيا ب4 لاعبين اليوم ما يقدرش، ما عندناش صح. شوف ما حبوش. انا نقول لك، انت تقول لي حاجة، انت رحت لكأس افريقيا وخرجت من الدور الاول. انا قلت هذا الكلام واحد النهار، انا كنت مكلاسي ديرني ودرت واحد التغيير كامل، قالوا لي هبلت، قلت لهم ما كاينش الهبل اللي راني فيه اكثر منه. مادام راني ديرني كي نبدلهم كاع، نحيت كاع فريق وجبت فريق كاع عنده 19 سنه. كي جبتو قالوا لي بلي تو ان فو، ماشي قالوا لي، كتبوا لي في الجرائد، كتبوا لي في المجلات، في التلفزيون، في الراديو سمعتها. ولكن من بعد تبين بلي العكس، بلي انا كنت مكلاسي دير. لا لا خليني كاس عام ودائما شغل كي ندو. وعلاش الدقيقة الأخيرة ماشي على محلي بن سبعيني، ماشي محلي، واش اسمه سليماني كان فريق وطن قبل ما راح ليكا، سوداني، حليش، هادو كامل حليش. هذا نقاش آخر، يعني لا حبيت نقول له بلي ترى بأن المنظومة السياسة حالية. السياسة المنتهجة من المنظومة ماهيش مديورة باش تساعد المحلية. الشروط الحالية احنا قلنا دائما على الأقل كاين دي جوار اللي ما نجيبوش تخلاو عليهم، تجيب محرز بلا بلا بلا. 5 سنوات متتالية كرئيس نادي أو عضو أو في هذه من بين الشروط، تراها بأنها مهمة هذا الشرط؟ مش مهم، ولكن كاع الناس عندها 10 سنين في الفريق. ما جار مثلا ليس له ماجر شيء، ما جار ماهوش سيجيبني. لم يجيب
لا ما تم درك احنا خرجنا دوك ماجر عنده حلول انه يكون خبير للوزارة. شوف هذا توفى في الشروط حكيم. شوف روراو العهده الاولى نتاعو في 2001 جاب نفس الكلام اللي راه دار فيه الحاج الحلو، قال ندير وندير وندير، جوز اربع سنوات على راس الاتحاديه ما دار حتى شيء. روراو ثمك واش فهم؟ فهم بان ماشي تحكم اتحاديه تقول ندير وتقدر تدير، لان كره القدم في الجزائر، الجزائر تنتمي لقاره افريقيا احببنا ام كرهنا. ثم روراو وين فهم باللي باش تكون على راس الاتحاديه الجزائري كره القدم يلزم تكون عندك يد صحيحه في لاكاف. ومن بعد واش دار هو؟ كي مشى في العهده الثانيه مش العهده الثانيه، كي مشى ترشح للكاف، ثم وين زاد تعلم اكثر ربع سنوات لما عاود ولا في 2009. انا علاش نقول لك السير تاع روراوا؟ انا نذكرها مليح الجمعيه العامه في 2009 اللي دارت في سيدي فرج. روراوا لما انتخبوا عليه وخذا كلمه وكمل الكلام تاعو، لما كمل الكلام قال كلام في هذاك الوقت اني نذكره مليح، كنت انا قاعد قدام زوج رؤساء تاع انديه كبيره في الجزائر. لا داعي باش نذكروا الاسماء. قال لهم يا جماعه اليوم في شهر ماي دارت، قال لهم شوف نقول لكم شيء، رؤساء الفرق راكم موجودين هنا، رؤساء الرابطه، رئيس الرابطه هنا، اليوم كي ترفع الجلسه الان روحوا حكموا قاعه وديروا اجتماع. تسمح لي؟ قال لهم ديروا اجتماع و 22 ماي نحب البطوله تخلص بهذا الكلام. قال لهم تخلص لان عندي فريق وطني، نرفدوا ونمشي للخارج باش ندير تربص. تسمح لي؟ تعرف هذوك الزوج رؤساء تاع فرق كبار؟ قال لهم انا عندي مصر وزومبيا راهم يستناو فيا. واحد الرئيس ينطق رئيس فريق يقول لاخر، قال له هذا سيتي فو، يروح يربح مصر ويربح لا زومبي يروح لاكوب دي مون. قالوا يدينا لاكوب دافريك وبعد نهضروا. طبعا السلاطين المراد تحلو في دقيقتين، ماذا جلبت لنا عضويه في الكاف وعضويات واسماء اخرى؟ جلبت لنا كثير، جلبت لنا الاحترام في الكاف وما عندناش حق ما يحقروكش في الكاف حقيقي. هذه الدرجه نعم ما يحقروكش، ما يحقروكش اللي يحقروك وين راهم؟ حقروك ثلاثه مازال تنظيم كاس. انا نذكرهم لك اشياء، نذكرهم لك ثلاثه اللي حقرونا ما زادوش داروا. واش تقول لي؟ تقول لي في التحكيم حقرونا، ثلاث حكام حقرونا ما زادوش داروا في التحكيم. على المستوى الشخصي ماذا جلبت لنا؟ كيف جلبت لنا اشياء للمنتخب؟ جلبت لنا تطوير كره القدم الجزائريه؟ المونديال تاهلنا كاس افريقيا الامم مشينا بلا 82 و86. اطرح عليك سؤال، هل كانت عندنا كنا نتباهوا يعني بعضويات في الكاف وعضويات في الفيفا؟ ما عندناش في الكاف ذاك الوقت، ولكن تاهلنا ايضا ذاك الوقت، تاهلنا ولكن شحال غبنا؟ نعم شحال غبنا؟ تأهلنا ولكن في تلك الفترة؟ لا شحال غبنا؟ يعني شحال غبنا؟ يعني غبنا 24 سنة. نعم بصح اليوم 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 انت راك تشوف رانا رايحين لروسيا فقط. ما نروحوش لروسيا، ما نروحوش لروسيا، ما نروحوش لروسيا وبهذه العقلية حتى لقطر وما نروحوش، ونقولها لك ومن هذا المنصب وتفكر مليح واش راني نقول. انا من هذا المنبر نقول لك لا كنت انا على راس الفيدرالية نكون في القطر بكل سهولة كاع. والله غير صعيب عليك الحاج، شنو تفكروا عليها ان شاء الله؟ ان شاء الله شد عام يفكر كيما الاخرين. انا نقول لك هاك شو يفكر مسبقا كيما الاخرين، يقول لك صعيب عليك كيما الاخرين. وشنو صعيب؟ ما فكرش كيما الاخرين والله صعيب الحاج. نقول لك حاجه، لو كان قلت صعيب نقول لك كاس العالم اللي جاي شكون اللي رايحين؟ وعلاش ما تسمح لي؟ وعلاش ما نظمناش؟ وعلاش شكون اللي راهم رايحين لكاس العالم؟ انا نعطي لك ضرب، رايحه تونس ورايحه مصر ورايحه السنغال، لان عندهم يد قويه في لاكاف. وتذكر واش وما عندناش ايدي، تقول لي عندنا ايدي روراوا؟ لا لا ما عندناش الان في الوقت، لاننا طحنا في مجموعه فيها عيسى حياته، فيها عيسى حياته. اذا ما فائده من تواجدنا؟ اذا بتغيير الرئيس عادي، احيانا هناك لا لا احيانا يصرى تصادم بين اعضاء الكاف. شكرا جزيلا حسين جنات، شكرا جزيلا مراد لحلو على هذا النقاش الثري. مشاهدي الكرام طبعا اودعكم، اذكركم بانه سيكون طبعا 20 مارس الجمعيه الانتخابيه سيكون رئيسا جديدا للاتحاد الجزائري لكره القدم خلفا لمحمد روراوا. التقيكم على وضع افضل. السلام عليكم.